كما نشكركم نيابة عن ضحايا مافيا العقار والوجهات السكنية بالمغرب. احنا من هذه المنابر كنطالبوا بالانصاف ديالنا، وكنطالبوا باسترجاع الحقوق ديالنا، كنطالبوا باسترجاع الاموال ديالنا. راه لا يعقل، راه حنا دفعنا دمنا، راه حنا تعبنا وتمحنا في ذاك الفلوس اللي دفعناها، راه ماشي جينا ولقيناها في الزنقه. والناس كاين اللي الناس ماتت من الصدمه ومن التاثير النفسي ديال هذا الوضع هذا. كاين الناس اللي مرضت نفسيا، والله العظيم والله على ما اقول شهيد. راه معنا السيد عبد الله لوميسي، راه مات من التاثيرات، كان كيرجع عندهم وكيمشي عندهم الشركه في الامارات وكيقول لهم عطيوني غير باش نتعالج. كان مريض وكان ريح من الخدمه في الكوفيد، وما لقاش باش يتعالج، وما رحموش وما عطاوش باش يتعالج، ما رجعوش ليه الفلوس ديالو. والناس اللي مرضوا نفسيا، كاينه واحد السيده في بريطانيا كتعاني دابا من الاكتئاب. حنا الله اللي عان بينا وليداتنا فين ما كنجيو كيقول لك واش هاد العام هذا غادي نلقاو ماما، غادي نلقاو الدار، غنلقاو لابارتمون اللي شريتيها، غنلقاو هاد العام موجوده، فين غادي نكونوا. يعني داك الشيء صعيب. حنا الله اللي عالم على المعاناه ديالنا، وكنطالبوا بالانصاف ديالنا، كنطالبوا باسترجاع الاموال ديالنا، كنطالبوا ان القضاء يوقف بجنبنا، القضاء ينصفنا حنا، ينصفنا حنا المغلوبين، ينصفنا حنا الناس ديال الغربه، حنا الناس ديال واش حنا الناس المغتربين كنعيشوا الغربه ونعيشوا المعاناه، ونجيو ثاني لبلادنا، يجي الاجنبي، ماشي حتى ولد بلادنا، يجي الاجنبي يذوقنا المر. راه هذا الشيء راه لا يعقل، راه هذا الشيء راه حنا في بلاد الحق والقانون، كنطالبوا بالانصاف ديالنا، كنطالبوا غير تطبيق الحق. حنا ما كنطالبوا حتى شي حاجه، كنطالبوا تطبق علينا الحق، وتطبق علينا القانون، وتطبق علينا المواد كما هي بحذافيرها. ما يكونش واحد الجور في حقنا، راه كاين جور وكاين ظلم في حقنا. علاش ما تبعش علاش يهزوا الحجز من الارض اللي هي محل النزاع ديال الناس ديال الجاليه؟ راه خاصو يكون واحد الاهتمام. راه حنا جينا، ملي جينا بغينا نعمروا بلادنا، ما بغيناش حنا، بغينا وليداتنا، بغينا نرجعهم لبلادنا، ما بغيناش نبقاو مشتين في الغربه، بغينا نجيو نرجعوا لبلادنا. راه كما كيقولوا البراني عقوبته البلاد، يعني بغينا نطبقوا هذه القضيه، بغينا نطبقوها. راه ديما ملي غير كناخذوا العطله فين كنمشيو؟ كنجيو نرجعوا لبلادنا. الناس كيسافروا ما عرفت فين كيسافروا، الاجانب كيسافروا للدول، وحنا المغاربه كتلقى ذاك الارتباط الوثيق بالوطن. حنا بغينا الارتباط الوثيق بالوطن ديالنا يرجع لينا، لانه كاين واحد الاهتزاز صراحه. كاين واحد الاهتزاز كبير، الناس ما بقاش عندها الثقه، راه الناس ما بقاش عندها الثقه بكل صراحه. المهاجرين راه ما بقاش عندهم الثقه في بلادهم. السلام عليكم، معكم نبيل حماني من ضحايا ديال جرين فالي. كنت انخرط في المشروع في 2017 على اساس الاستلام في 2018. يعني من بين الدوافع اللي خلاونا انخرطوا في هذا المشروع هو اولا انه كان في طور الانجاز، يعني ما كانش غير الارض خاويه. فوالا دونك انخرطنا معاهم. غير هو في بدايه 2018 لقينا ان الوتيره ديال الاشغال يعني غادوا كتنقص تقريبا. العمال كيجيو يشتغلوا واحد اسبوع وكيمشيو ثلاث شهور حتى ست شهور. وملي كنا كنمشيو لعين المكان ما كنلقاو حتى واحد معاهم نهضروا، يعني لي كوميرسيو في الغالبيه بداو كيتبدلوا بشويه بشويه حتى ما بقى حتى شي واحد. كنا كنلقاو فقط الناس ديال الامن ولا العمال اللي كاينين تماك، واحد ولا جوج. ملي كنسولوهم يعني الناس خايفين يهضروا يا ما عارفين والو، مما اضطرنا انهم مشيو للقضاء. انا شخصيا انا كنت دافع في التسبيق واحد 19 20 مليون ديال السنتيم. كاين الناس اللي معنا للاسف اللي دفعوا حتى ل 100 حتى ل 200 مليون ديال السنتيم وباقي ما تسلموا حتى شي حاجه. بالنسبه للقضاء، الدعوه الابتدائيه كنا فزنا بها، كانوا استأنفوا ضدنا وربحنا حتى الاستئناف، ولكن للاسف باقي الحدود الساعه ما كاينش تنفيذ. حنا جينا اليوم على الصحافه باش نوصلوا صوتنا يعني لابعد مدى، كساسوا القضاء ولا كساسوا يعني الجهات المختصه اذا كانوا قدوا يمدوا لنا يد العون باش نخرجوا من هذا المازق اللي حنا فيه من 2017، دابا شي 4 سنين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.